اقتحام قواعد عسكرية، قادة مشتتون وانقسامات داخلية، ساعات من الفوضى شهدتها إسرائيل، فماذا حدث؟ فوضى استمرت 12 ساعة شهدتها إسرائيل، إذ اقتحم متظاهرون من أنصار اليمين المتطرف قواعد عسكرية بدعم من سياسيين يمينيين متطرفين من الائتلاف الحاكم. ولكن ما السبب؟ الاضطرابات حدثت بسبب توقيف جنود إسرائيليين بعد اتهامات وجهت لهم بارتكاب انتهاكات ضد فلسطيني اعتقل في غزة، وكان أنصار اليمين بينهم جنود ملثمون ومستوطنون اقتحموا قاعدة بيت ليد العسكرية الإسرائيلية، حيث مقر المحكمة العسكرية التابعة للجيش الإسرائيلي، رفضاً لتوقيف 9 جنود متهمين بجرائم تعذيب جماعي وسط حالة من فقدان السيطرة من قبل أجهزة الأمن. وبحسب موقع أكسيوس الأمريكي، فمن المرجح أن تؤدي هذه الحوادث إلى تعميق الانقسامات داخل المجتمع الإسرائيلي وإضعاف جيشه وسط حرب في غزة وتصعيد دراماتيكي مع حزب الله في لبنان.